سياسة اف ام. هذا الجزء الاول من الحصة من الان الى حوالي الواحدة ظهرا باش تحدثوا على جلسة العام امس الى قدم المجلس الوطني التأسيسي في مساءلة للسيد وزير الداخلية. معي على الخط ضيفي الاول السيد محمد بن نور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل. مرحبا بك سي محمد. مرحبا. الله يخليك. أكيد تابعت فعاليات جلسة العام أمس للمجلس الوطني التأسيسي. لو نبدأ بسؤال عام بشكل عام، شنو رأيك في الجلسة هذه؟ تعتبرها جلسة ساخنة، جلسة عادية، جلسة استثنائية؟ ساخنة بعض التدخلات كانت يعني في معناها روح بتاع حوار وحوار معنا مسؤول وفما معنا عديد الحوار الصم ما زال قائما في رحاب المجلس. وأمس ريت في إحدى القنوات حوار دا هكا وإحدى المتدخلات وهي السيدة عبو سامي عبو سامي عبو أرجعت الأمور من الإصابة وقالت لهم ماهوش بالحوار هذا باش نوصل النتيجة، فما حوار ولا نبداو نفركسوا شكون اللي غلط نحاولوا نحطموه. أنا مباريات ومبارزات كلامية ماهيش هي اللي باش تجيب المصلحة ولا باش تخدم المصلحة العليا للبلاد. اليوم لابد أنه نتحاوروا نقولوا هذا شيء ماهوش باهي كيفاش من غير ما نخمو انه انا انتمي الى الحزب هذا ولا الحزب هذا ولا الحزب هذا، كيفاش نوصلوا باش نحلوا المشكل ونقدموا وباش بلادنا تقدم. اما اذا نجي انا نحط قدامي تقول عليهم ناس لابسين ازياء نتاع فرق رياضيه متصارعه ومتنافسه، فرق رياضيه سياسيه؟ اي ولا فرق سياسيه وكل واحد السيف تاعو نغزر له بلونه ما نغزروش بلونه. شوفوا كانسان كمواطن كي يحب المصلحه العليا للبلاد ونتحاوروا نجيو نقولوا المساله هذه هاي كيفاش نجموا وننساو الانتخابات وننساو المنافسه وننساو ما دامنا في العقليه نتاع نتهمك ونظهر انك على حق ولا على باطل نرفض كلامك. هذا هو هذه هي تعريف نتاع حوار الصم. أمس مرينا شيء من نوع هذا ومعناها نحيو معناها أنصر أخاك ظالما ومظلوما من ونحيو كذلك معناها اتهم المنافس نتاعك ظالما أو مظلوما. معناها نمشيو في اتجاه اليوم بلادنا في منعرج خطير جدا ولابد من أخذ الأمور بجدية أكثر جدية. يعني النواب حسب كلامك أنت ترى أنه النواب أو الكثير منهم ما تعملوش بالمسألة في عمقها وإنما في سطحها السياسي وهي تجاذبات سياسية أكثر منها مصلحة وطنية؟ سيدي صار يوم الجمعة وسيدي صار بعد يومين في جامع الفتح وأنه عجزت السلطة على إيقاف إنسان مطالب للمساءلة للتحقيق معه تحقيق هذا شيء خطير جدا مس هيبة الدولة والسيدي صار أمام السفارة الأمريكية مس مصالح تونس العليا. أي تونسي ما عندوش الحق يمس مصالح تونس يظاهر نعم يحتج نعم لكن أنه يضر بالمصالح البلاد مصالح البلاد ملك للبلاد والملك للأجيال مش حتى الجيلنا برك ملك. كيما خذينا تاريخنا الناصع خذينا الشيء اللي قمنا به شيء إيجابي في التاريخ وذكروا بنضياف وذكروا كذا لابد أن نقدم للأجيال القادمة أشياء ناصعة حتى تتفاخر بنا الأجيال القادمة. طيب لكن عنا أن نوصل في منظر تقول علينا في كندهار وكذا هذا الشيء مرفوض تماما وهذا نحن
نتحاوروا فيه ويلزمنا نقولوا كيفاش نتفاداو الشيء هذا. هذا هو بالضبط. يعني سامحني سي محمد حتى نركزوا على موضوع الحصة، لأنه بالنسبة لأحداث السفارة وتعليق الحقيقة كان عندنا حصة مطولة فيها وتعمقنا في الحديث. فقط اللي يهمني في حصة اليوم، أنت تتحدث عن صورة ناصعة. طيب ما حدث أمام السفارة لم يعطي صورة ناصعة، واتفق الجميع أنه خدش الصورة الجيدة اللي أعطتها الثورة لتونس. الأمس في الجلسة العامة، هل أعطت الطبقة السياسية ممثلة في جملة الكتل ونواب المجلس، هل أعطت صورة ناصعة عن الطبقة السياسية في تونس في طريقة تحاورها مع بعضها في طريقة؟ لم تعطي ذلك بتاتا، وإن شاء الله يرجع الرشد للجميع، ونهار من نهارات نشوفوهم يحكيوا بقلب مفتوح، بقلب مفتوح ويتناقشوا بقلب ويحلوا بقلب مفتوح، بعيدا على التجاذبات وبعيدا على الصراعات وبعيدا على رؤى في كل حاجة. فما تطرف، فما التطرف الحداثي، فما التطرف الديني، وفما التطرف اللايكي، وفما التطرف، يعني ما نبعد عن التطرف، نحكي ونحاول اليوم نجمع أكثر قوى معناها في اتجاه المصلحة العليا للبلاد. أكيد فما ناس عندهم مستوى عالي في وسط المجلس، فما ناس المعين في وسط المجلس، لكن لابد أنه يبعدوا حتى من رحاب المجلس ومن الأضواء ومن المشهد الإعلامي، يقعدوا مع بعضهم في مكان ما ويسكروا على بعضهم ويقولوا شنو الأشياء البناءة اللي يجب نعملوها باش نقدموا ببلادنا ونخرجوا مع التجذبات والواحد، لأنه مش هذه الديمقراطية اللي حلمنا بها ونظلنا من أجلها منذ سنوات، منذ عقود. واضح سي محمد، خليك معنا وتسمح لي نضي أن رحب بضيفي الثاني السيد مراد العمدوني، عضو المجلس الوطني التأسيسي. مرحبا بك سي مراد. أهلا بخير ومرحبا بكل المستمعين. الله يخليك. في الطرف الثاني الله يخليكم، في الطرف الثاني معنا سي محمد بن نور، ناطق رسمي باسم حزب التكتل. إذا نتحدث في قراءة، نحاول أن نقرأ فعاليات الجلسة العامة أمس، ربما مش الموضوع متاعها تحديدا بقدر ما كيف تمت هذه الجلسة، في ماذا تمحورت أهم التدخلات. يقول السيد محمد بن نور أنه هذه الجلسة كأني بها تحولت إلى مباراة رياضية سياسية، وأنه ربما غلبت التجاذبات السياسية غلبت على المصلحة العامة. أنت كعضو يعني من صلب المجلس وحضرت الجلسة، كيف تقيم هذه الجلسة؟ أولا لابد من تأكيد على أن المسألة الأمنية هي مسألة أساسية بالنسبة لحياة المواطن، سواء على مستوى الممارسة الحياتية المباشرة أو على مستوى الاستثمارات والعلاقات الخارجية. هذا النقاش من هذا المنطلق رؤيتنا لهذه المسألة تتخذ أبعاد ووجهات مختلفة. وعلى هذا الأساس التجاذبات السياسية إن شئنا أو الاختلافات السياسية بمعنى آخر هي أمر عادي طبيعي في ظل محاولة لتكريس ديمقراطية. مقاربتنا للمسألة الأمنية تختلف عن مقاربة الترويكا وتختلف عن مقاربة طرف سياسي آخر. لذلك كانت نقاط التلاقي والاختلاف واضحة في هذه الجلسة بين مطالب لإعادة النظر في مسألة وزارة السيادة هذه وتحديدا وزارة الداخلية، وبين المدافع عن الحكومة مهما كانت نتائج ذلك ومهما كانت مسار العمل داخل هذه الوزارة. شخصيا أنا مع إعادة النظر في الرأس الأعلى لهذه الوزارة، وأعتقد أنه من الواجب في هذه المرحلة الحساسة أن يكون شخصية فنية مستقلة بعيدة عن التجاذبات السياسية وبعيدة عن المخططات السياسية التي أعتقد أنها تستهدف السيطرة لا على فقط الانتخابات القادمة وإنما على المسار الديمقراطي إن شئنا في البلاد. وأخشى ما أخشاه أن تكون منطلقا هذه الممارسات القمعية التي استمرت منذ عقود والتي نراها الآن في أوضح منحة نحو إعادة النموذج
الأمني القمعي لنظام بن علي. نحن نعرف مليح أن الاتجاه الإسلامي في تلك الفترة تحالف مع بن علي للصعود إلى الحكم، ثم انقلب عليه هذا النظام ومارس القمع لا على الاتجاه الإسلامي فقط، وإنما على مختلف المجالات، الحريات والحريات الفردية والعامة، وأيضا على المجال الفكري والثقافي بشكل آخر. ما أخشاه اليوم أن تكون الحركة السلفية مجرد فزاعة تورطت في لحظة ما مع النظام الحاكم، والآن بدأت تصفية الحسابات وفق أجندات سياسية مختلفة. لذلك لابد أن نقارب هذه المسألة بأكثر جدية. مجال التوافق والاختلاف فيها أمر عادي، كل ينظر للمسألة وفق برنامجه السياسي وبرنامجه المجتمعي. طيب، لكن أنتم تتهمون يعني الأعضاء المجلس محسوبين على المعارضة، أنه دائما في تدخلاتكم في المجلس وكأنكم، هذا ما يقال في بعض الأوساط، وكأنكم تتصيدون الأخطاء للترويكا، تتصيدون الأخطاء لأحزاب الترويكا، يعني حتى بالدرجة التونسية مش كون يقول كأنه المعارضة يعني شدين العسى، شدين الجول للترويكا، يعني أي خطأ سواء جسيم أو بسيط فإن وقع تهويل وقع استغلاله سياسيا لأغراض انتخابية في نهاية الأمر. ردودكم؟ هو في الحقيقة معنى هذا جزء من العمل السياسي ومفهوم المصلحة الوطنية أو مفهوم ضبابي، لأن كل منا ينظر إلى هذه المصلحة الوطنية وفق منظور إيديولوجي وسياسي ووفق أهداف سواء كانت انتخابية أو غيرها. فترويكا ليست خارج هذا المسعى الانتخابي وليست بريئة ومثالية كما يريد أن يصور البعض. مهمة المعارض طبعا هو أن ينقد، هو أن يقف عند مستوى الضعف والفشل في أداء الحكومة. ماذا تريدون أن نقول؟ أن ما أنا أنتجته من نقاط ضعف يجب التغاضي عنها؟ ليس هذا مبرر للسكوت. في الحقيقة أنا شخصيا ضد، وحركة شعب ضد الإطاحة بالحكومة، وقد عبرت عن ذلك في بعض الجلسات، لكن ذلك لا يمنعنا من النقد. النقاط المذيئة في أي عمل إنساني هي من تحصيل الحاصل، لكن ما يجب الاشتغال عليه وتنبيه إليه هو نقاط الضعف. ما يجب التأكيد عليه هو ضرورة مراقبة أداء هذه الحكومة حتى لا تنحاز إلى طرف سياسي معين، وحتى لا تخرج عن البرنامج العام الذي من أجله كان المسار الثوري. المسار الثوري لازال مستمرا ويتطلب يقظة متحمسة نحو تحقيق أهدافه، وهنا نريد فعلا أن نخرج من الحسابات الحزبية الضيقة إلى حسابات أخرى تأخذ بعين الاعتبار مكتسبات المجتمع المدني وتحقق الأهداف الثورة. المرحلة الليبرالي للنظام الحاكم الآن والسعي نحو هذه الدكتاتورية الناشئة بين ظفرين، والعبارة لحمد الجبالي في زلت لسان حول أدري على كل خليك معنا. باش نرجع لسي محمد بن نور. سي محمد، في هذه الجلسة من أبرز التدخلات، تدخلات خاصة وهو نفس الطلب عبر عليه منذ حين سي مراد، وجاء خاصة على لسان نواب كتلة الديمقراطية، مطالبة صريحة لاستقالة وتنحي السيد علي العريض عن وزارة الداخلية. أنتم حزب تروي، عفوا حزب التكتل، أحد ثلاثي الترويكا، ردكم وموقفكم من هذا الطلب، خاصة أنه سي عصام الشابي صرح في بعض تصريحاته الإعلامية أنهم، وحتى السيدة مي جريبي، يقولون أنهم إذا لم يستقل السيد علي العريض طوعا فإنهم سيضطرون لاستعمال الإجراءات القانونية مثل لائحة اللوم إلى غير ذلك. كيفاش يكون ردكم وتفاعلكم مع هذا الطلب؟ ما هي أولا معناها كاننا معناها من المنطقي والمعقول أنه هذه مسألة أمنية
مسألة تتعلق بمصالح العليا للبلاد تكون لجنة في أسرع وقت ممكن لأخذ بعض الأسرار من وزارة الداخلية وتقف عند أسباب اللي وصلت بنا إلى الاعتداء واقتحام السفارة والمس المصالح العليا للبلاد. لابد أن نفهم أشياء كان يمكن الوقوف عليها ومعرض في لجنة تجتمع بدون الشفافية. أنا فما أشياء في كل بلدان العالم تقع لجنة سرية تشوف معناها وتقف عند كل العناصر اللي أدت إلى هذه الكارثة. نعتبرها كارثة تامة كريمة. وقبل ما نحمل مسؤولية للوزير يمكن عنده مسؤولية يمكن أشياء معناها أخرى معناها ما قدرش يجبها بالصرامة اللي احنا كنا نتوقعها. يعني الصرامة هو في نهاية وقعوا ناس معناها ضحايا سقطوا تحت رصاص مجاريح. يعني كان لابد انه لجنة تتحول الى وزارة الداخلية تجتمع تاخذ كل العناصر وتسمع لجنة اخرى في المجلس التأسيسي قبل الجلسة العامة هذه ورؤساء الكتل يكونوا حاضرين فيها وبعد ناخذوا القرار الذي يلزم. هذا ما صارش. لماذا؟ في جلسة علنية. والله حسب تقديرك. أنا حسب تقديري أنا كنت نتوقع أنه فم إلى الآن الرأي العام ما يعرفش بالضبط لماذا وزارة الداخلية لم تطوق كل السفارة. هو حسب كلام لماذا مكننا ناس متشنجين مضطرفين من الإسلاميين متشددين من الوصول إلى السفارة نقولوا الكلام نسميها بمسمياتها السلفيين اللي يعني ما لا يعتمدوا إلا العنف. وهوني في تونس الآن موجودين ونقولوا أنه ناس معناها العنف نتاعهم خطير على أمن البلاد. هذا الكل كان لابد أنه اللجنة هذه تحقق وفي أقرب وقت تعطي لنفسها 3 أيام باش تاخذ كل المعلومات وحتى أسرار دولة لأنه هما نواب الشعب ومنتخبين ومن حقهم وعندهم هما السلطة الشرعية في يدهم باش ياخذوا هالأشياء هذه. وكرؤساء كتل يتحملوا مسؤولياتهم ويقدموا التقرير بالصيغة لا تمس بأسرار الدولة ويقولون شنو ما استخلصوه. هذا لم يقع وانا قاعد هنا متعجب. هل تحدثتم عفوا انتم يوم الاثنين؟ لا عرفتك لكن نحكي بصفتك تتحدث باسم حزب هو طرف اساسي في الترويكا. نهار الاثنين التنسيقية الائتلاف الحاكم عقدت اجتماع، تحدثتوا في هذا ام لا؟ وكنت ساتك حاضر في هذا الاجتماع؟ احزاب مناشي هذه التنسيقية ما عندهاش حقوق تتجاوز الحقوق متاع الأحزاب الأخرى. يعني ما عندنا حتى عندما اجتمع معنا وزير ما عندوش الحق باش يعطينا أي سر من أسرار الدولة. لكن نجم تقترحوا الجهة الوحيدة الجهة الوحيدة اللي مخول لها باش تاخذ الأسرار هذه هي السلطة التشريعية. هي السلطة اللي نابعة منها الحكومة والسلطة اللي نابعة منها رئيس الجمهورية والسلطة صاحبة القرار النهائي. هي صاحبة السيادة. أنا أعتقد أنه هذا كان ضروري وهم اللي كانوا يميرونا كأحزاب وكمؤسسات وك ما نقدرش أنا إلى الآن وفي وسط حزن عنا عديد العناصر نجهلوها عديد مش متمكنين منها الحكم أنه السيد علي عزيز السلطة هو قصر شخصيا أم معناها ما كانش بالإمكان فعل أكثر مما فعلته
الواحد أنا فما عديد الكلام حول الأمن وحول كيفية الخطة اللي لكن ما عندنا حتى شيء معناها دقيق مدقق نعرفوه فيها. واضح سي محمد. اليوم أنا أعتقد الحكم على سيد علي العريض حتى وكان يجي وزير آخر داخلية مكانه باش يرتكب جميع الأخطاء. طيب طور عديد وزراء داخلية وصار ما صار في البلاد هذه من الثورة الآن، لأنه الشعب التونسي الآن أصبح ثائر ومتمرد. هون شفنا معناها الشيء وقع في جامع الفتح معناها الناس تقول يمكن كان وقع إيقافه بالعنف كانت بتصير حمام دم. هل الرأي العام قابل باش يغفر للأمن وكان صار حمام دم وماتت أكثر من اللي كان باش يموتوا في السفارة، لأنه في قلب المدينة في مكان مختلف. واضح سي محمد. واضح جدا الفكرة واضحة سيدتي. تفاصيل أمنية ربما يجهلها الكثيرون. خليك واضح لأن نترقب أنه هذا هو أني باش نسأل سي مراد وهو عضو في المجلس التأسيسي، أنتم انتقدتم بشدة أداء وزارة الداخلية وأداء سيد علي العريض، والسيد الوزير عندما جاوب على تدخلاتكم قال كلمة قال المتفرج فارس، من السهل أنك تنقد الآخر، من السهل أنك تتهم باتهامات حتى فما اتهامات صريحة بتواطؤ أعوان الداخلية إلى غير ذلك. يقول السيد وزير الداخلية أنه عملوا على تجنب كارثة كانت تكون أكبر بكثير مما حصل، ولولا ضبط نفسهم ولولا حكمتهم في التصرف لكانت الكارثة تكون أكبر. علاش ديما نشوفوا نصف الفارغ من الكاس ما نشوفوش نصف الملآن؟ أولا تحية خاصة للسيد محمد بن نور، والكلام اللي قاله في الجزء الأول كلام مثالي، والدليل على ذلك أنه تكونت لجنة في صلب المجلس الوطني التأسيسي وفي صلب وزارة الداخلية في 9 أبريل. 9 أبريل وإلى حد اليوم ليست هناك أي نتائج ملموسة ونتائج فعلية، باعتبار أن التمثيل النسبي داخل المجلس وداخل هذه اللجان يجعل من الأغلبية الموجودة داخل هذا المجلس هي التي تحدد مسار التحقيق. هذه النقطة أولى. النقطة الثانية، صحيح المتفرج فارس، لكن يجب أن يكون المسؤول الأول على جهاز معين هو أكثر الفرسان قدرة على إدارة الأزمات، لأنها رجل السياسة ورجل الدولة لابد أن يكون له من الكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات، لأن في حالة السير العادي للحياة لا نحتاج إلى تدخل فعلي للدولة، الدولة تتدخل لتنظم ولتحقق الكرامة المواطن وتنمي فيه روح المواطنة وتحميها. المشكل الأساسي هو التالي، إذا كان ما حدث نتاج فشل وعدم قدرة وعدم دراية وعدم خبرة أو وجود من يتمرد على القرارات السياسية للوزير والقرارات الأمنية داخل الوزارة نفسها فهذا يعد من النقائص. الجانب المهم الثاني أنه مهمة الأمن ليست ردة الفعل في لحظتها، وإنما له مهمة استباقية، ووزارة الداخلية لازالت إلى اليوم محافظة على نفس آلياتها القمعية اللي كانت معتمدة في العقود الفارطة، نفس الكوادر نفس التقنيات، بل حتى الجهاز اللي ادعاه انه اتحل الجهاز هذا مازال قائم، والاخ النائب احمد السافي قدم وثيقه يوم او امس تؤكد هذا الامر. ايضا نحن ندرك من خلال تعاملنا وخبرتنا مع البوليس السياسي ان هناك التناسق لازال قائما، ايضا الممارسات التعذيب مازالت قائمه وغيرها من الممارسات السيئه. المطلوب هو رجل الحقيقة سي مراد هذا كلام خطير، عندكم إثباتات على ذلك؟ الإثبات قدمه الأخ أحمد السافي، وأنا أملك هذه الوثيقة، وثيقة خارجة من وزارة الداخلية والتي تؤكد على ضرورة كتابة تقارير يومية من الساعة 6
صباحا إلى الخامسة مساء. السيد الوزير قال أنه ليس له علم بهذه الوثيقة ويستنكر كيف تخرج هذه الوثائق من الوزارة ويعتبر أنه المفروض شوف أسرار الدولة. هذا الأمر مضحك ويجب أن يحاسب الوزير عليه كيف أنه لا يدرك أو لا يعرف الآليات التي تقاد بها وزارته. إذن ما مهامه إذا كان ثم ناس مش قادر أنه يسيطر عليهم أو يوجههم فهذا دليل على الفشل، وأتمنى أن يكون فشلا لا أن يكون مخطط فعلي لجعل المواطن يطالب بالأمن بمختلف أشكاله ونؤبد الدكتاتورية من جديد. هذا ما نخشاه. كل ما يحدث الآن أن هناك استعمال مكثف للكريموجين في مختلف التظاهرات، هناك التعذيب، هناك العديد من الوسائل القمعية، هذا مؤكد. على كل هذا ممكن يكون موضوع حصة أخرى نتناوله بأكثر عمق لأنه مسألة الحقيقة حساسة وخطيرة. فقط نسألك سؤال. عفوا، هناك جانب آخر. فضل آخر، لابد أن تقدم وزارة الداخلية معلومات دقيقة لقدم أمس معطيات عامة ليست بالدقة المطلوبة، إلى حد أنه يقول فيما معناه أنه زوج من المواطنين ماتوا عبر دهس مدرعة؟ نعم، الدبابة. هذا مدرعات جيش، المدرعة، عفوا المدرعة أو سيارة أو ما شابه ذلك. ما شابه ذلك الأمر مضحك. هما اثنين كيفاش ما يعرفش كيف تمت معناها قتل هؤلاء؟ روح المواطن التونسي مهما كان انتمائه السياسي راهي روح غالية. لا نريد إلى أن نصل إلى مرحلة الاقتتال المباشر. كان يمكن أن نحمي الأمن بإجراءات استباقية ووقائية، وهذا هو الأهم حسب رأيي. طيب سي محمد بن نور. طيب والله تفضل تعليقك باختصار. لا انا السي العمدوني معناها نحترمه والاراء الكل معناها نسمعوا لبعضنا. اكيد انه اللي قالوا قبليك انه اللجنه نتاع احداث 9 ابريل، وانا كنت اول من ندد باستعمال العنف في تجاه مظاهره سلميه لا معناها لا يمكن مقارنتها بالمره مع ما حصل امام السفاره الامريكيه. بلي سمحني سي محمد، في النقطة هذه ما تراش كانوا من المفارقات، يعني أنه الآن لدينا زوز أحداث كبرى والزوز فما مطالبة بالتحقيق فيها وما زالت ملابساتها غامضة في لدى الرأي العام وحتى في الطبقة السياسية. مظاهرة في 9 أبريل طلبت الترخيص وكانت سلمية وظاهر أنها سلمية وجوبهت برد فعل عنيف والتحقيق جاري لحد الآن، ووقتها لا وزارة الداخلية في استعمالها للعنف وأنه كانوا رجعنا الأساليب بن علي وإلى غير ذلك. ثم الآن العكس، لحظة، العكس اليوم نلوم وزارة داخلية كأننا نلومها أنا ما كانتش عنيفة، أنا ما كانتش حازمة، أنا ما كانتش شديدة. يعني لأنه علاش نلوموها اليوم؟ قبل لومناها لأنها مظاهرة سلمية لم تستعمل العنف بتاتا، وناس من المجتمع المدني محترمين وجاوب شعبروا على موقف وراي، وكان من بالامكان انهم يخليهم وما ما كانتش معناها عددها خطير على الشارع رحمه بورقيبه معناها. وفي الاخر اخذت منعرج غير مقبول بالمره، وكنت انا شخصيا في نفس المكان واول من ندد باستعمال العنف. معناها ما عنديش حتى مشكل من هذا، وانا احترم كل من شارك في تلك المظاهره واحترم الطلبات نتاعهم، لأن يعني هذه الديمقراطية لابد أنه نمكنوا المجتمع المدني باش يرد الفعل ولا يعبر على موقف ما، لكن بالطرق السلمية. وكانت في ذلك الوقت الرد الفعل تقص المرة هذه ناس هزين معناها الغاز والشاليمو باش معناها الآلات اللي باش يفجروا بها سيارات، وكانوا هزين للبنزين، وكانوا هزين لعدة أشياء معناها وساعة
سكاكين وأسلحة بيضاء والله أعلم فماش أسلحة أخرى يعني. وفي نهاية الأمر توصلوا إلى معناها الأضرار بمصالحنا العليا وما نعرفش. سي محمد ما تراش أنه عفوا ما رديتش على السي العمدوني؟ لا فقط في النقطة هذه باش ما نبدوش عليه. ما تراش أنه في الحالتين هذونا يعطوا أو يبعثوا برسالة أنه كأنه بالترويكا ومن خلالها يعني وزارة الداخلية كأنها تسيء تقدير استعمال العنف المشروع وقت اللي ما يلزمش تستعمله وقت اللي يلزم تستعمله ما تستعملوش. هو سمها كالكشوز كيكلوش يعني وزير الداخلية عبر على معناها استغربوا على العنف اللي وقع يوم 9 ما كانش ضحكوا بالبتاتا. لكن كما قال سي العبدوني اللجنة إلى الآن ما جابت حتى شيء وكذا. لكن في الحالة الثانية هذه كانت المطالبة أمس أنه في 24 ساعة ولا في 48 ساعة يلزم وزارة الداخلية تعطي فما أشياء من أسرار الدولة. كل الأسرار التي بحوزة وزارة الداخلية للجنة تتكون من رؤساء الكتل ويدخلوا ويأخذوا كل الأشياء باش يقيموا الأداء هذايا حسب المعلومات لأنه معلومات بتاع أمن الدولة هذم سلفيين يملكوا إلى أسلحة ما يملكوش. يعني المواجهة هذه ستسفر على لأن أنا أعتقد أنه الناس هذم اليوم لابد من خطة أمنية لمعناها إخضاعهم على احترام القانون. يعني أنا شخصيا خاضع لاحترام القانون وسي العمدوني خاضع لاحترام القانون. احنا لا أحد فوق القانون. أي احنا بمجرد استدعاء يجينا لبيتنا للأمن ولا للعدالة نمشيه بدون أي تردد لأنه إذا ما يصيرش هذا معنا ما عادش فما لا أمن ولا استقرار ولا دولة. واضح سي محمد. احنا نحترم هيبة الدولة واحنا نطالب الجميع باحترام هيبة الدولة. لابد من الخطة لكن هالخطة هذه باش تتكلف على المجتمع. وفما أشياء ما نجمش نقولها هوني في فما أشياء عديدة ما نعرفها ما نجمش نقولها كذلك يمكن عبدون يعرفها ما نجمش نقولها. لكن لابد من لجنة في ظرف 3 أيام تأتي بالحقيقة وتتعمل لجنة سرية في داخل المجلس التأسيسي الناس كل يتصارحوا حول الوضع اليوم لأمام وزير الداخلية للحكم له أو عليه. وأنا نحييكم لأني عندي التزام. هذا هو. نشكرك جزيل الشكر. إلى اللقاء. سي مراد. سي مراد الحقيقه بالرجوع ممكن نحن الموضوع الاصلي نوعا ما كان وتعمقنا في المشكل تاع وزاره الداخليه في يعني طريقه تدخلات النواب كثير ما انه جلسات العام اثارت تعليقات واثارت حتى نقد والى غير ذلك. امس مثلا شهدنا بعض التدخلات الطريفه اللي اثارت ونحب كانت عضو مجلس تاسيسي كيف مثلا انه عضو فمزوز عضو وعضو يتحدثوا وقت يتحدثوا على انه الطرح يتكلموا يعني لهجة الدرجة يعني كانوا ما تخرجوناش من الطرح رجع لي اسمي كأنه المسألة يعني ياخذوا فيها كان طرح رمي ولا يعني هل انه هذا يعكس جدية من مجرد يعني. ثاني حاجة انه عضوة تتحدث عن ما انه نحن في جلسة تتناول حدث خطير عنده ابعاد داخلية وابعاد خارجية وتتحدث عن انها باش تروح والتاكسي ومخر ويسبقوها هي باش هي ما ترسلهاش تستنى في تاكسي في حين هي مثلا هذا ما يقال يعني راتبها الشهري راتب يسمح لها بشراء سياره الى غير يعني مثل هذه التدخلات كان ما تعبر ما تحيش بنضج بعض الاعضاء المجلس التاسيسي مش نضج سياسي. اولا لابد ان ناكد على نقطه مهمه وماذا بيا ما نقفش عندها ظروف اللي يستغل فيها النائب راهي ظروف غير سليمه ولا تساعد فعليا على اداء مهامه. ما نحبش نقف عند النقطه هذه لكن المهم نحب نشير له أنت أشرت إلى مصطلح الطرح. نحب نأكد على أن النائبة اللي استعملت المصطلح هذه والبعض أكيد يعرف ذلك أنها لا تتقن اللغة العربية لأسباب عديدة جدا إقامتها المطولة
في فرنسا، لذلك كانت تجتهد بكل ما لها من قوة على أن تحافظ على استخدام اللغة العربية داخل المجلس. وأعتقد أن استعمال هذا اللفظ هو يدخل ضمن معناه الانحسار المعجم اللي تستعمل فيه، لكن لا أعتقد أن بالمعنى بين ظفرين المبتذل لهذه الكلمة، وأنا أنزهها عن ذلك. نعود إلى المشاحنات بمعنى أو بآخر. باختصار وقت الأخبار تفضل. المشاحنات عادية جدا في ظل توتر كبير نعيشوه، في ظل وضع نخافوا أن نرهب به إلى سنوات القهر والقمع. أنا نحب نأكد على جانب مهم جدا، أن الاختلافات السياسية راهي بين قوسين لعبة أساسية بين ظفرين، كلمة اللعبة من الديمقراطية. نحن لم نتعود على هذه الديمقراطية، ما زلنا نتهجاها، لذلك تقريبا أغلبنا قاعد يطور في أداء السياسي، لكن للأسف المشكل يبقى دائما في مواجهة السلطة الحاكمة التي تسعى بطبيعتها، أي سلطة حاكمة، للاستحواذ على مختلف مجالات. واضح جدا سي مراد، نعتذر لك. جانب أخير هو أنه التوقيت المخصص لكل نائب لا قصير. يسمح بتقديم بدائل حقيقية. هذا إذن سي مراد العمدوني عضو المجلس الوطني التأسيسي، نشكرك جزيل الشكر. سياسة اف ام، سياسة اف ام، فضاء للحوار السياسي الحر. أنا حر وكلمتي حرة، أنا حر وكلمتي حرة. سياسة اف ام نافذة على الشأن العام الجهوي والوطني، تفتحها معكم سارة خضر. سياسة FM.